إذن أهلا وسهلا متابعينا ومشاهدينا الكرام من خلال البث المباشر دائما هنا من مدينة فاس العاصمة العلمية للمملكة. هذا هو المدفع حصريا لأول مرة على قناتكم شوف تي في. هذا هو المدفع اللي تم تشييد ديالو في يعني في عصر يعني في معركة واد المخازن التاريخية اللي انتصر فيها المغرب. متابعينا الكرام هذا المدفع التاريخي اللي تم يعني العمل به في معركة واد المخازن اللي يعني في عهد السعديين. متابعينا الكرام لأول مرة وحصريا على قناتكم هذا هو المدفع اللي تم الاستعمال ديالو الصانع ديالو الحاج احمد يعني النفط. متابعينا الكرام الغمق يعني القوه بالله هذا الشيء اللي مكتوب عليه هانتوما كتشوفوا حصريا على يعني المدفع اللي تم الاستعمال ديالو في معركه واد المخازن لاول مره. هذا هو المدفع اللي تم الاستعمال ديالو في معركه واد المخازن اللي الحمد لله كنفتخروا بها وكنعتزوا بها. متابعينا ومشاهدينا الكرام المدفع سميته مدفع نفط يعني في الفتره السعديه ما بين 978 ويعني 1571 هنا في فاس مدينه فاس يعني مدفع مغربي من البرونز طراز الميمونه. هذا المدفع هذا راه مصوب من البرونز طراز الميمونه استعمل في معركه واد المخازن عام 1578 يعني تم الاستعمال ديالو في معركه واد المخازن سنه 1578. يحمل ثلاث سرار لوقشت عليها الكتابه التاليه بخط نسخي مغربي صانعه الحاج احمد الغمق. ها هي غنقربكم منها صانعه الحاج احمد الغمق مغربي اللي صنع هذا المدفع. ها هو صانعه الحاج احمد الغمق ها انتم كتشوفوا. كذلك كاينه كتابه واحده اخرى اللي نقشت على هذا المدفع اللي تم الاستعمال ديالو في معركه واد المخازن. هذه الكتابه الاخرى هي يعني القوه بالله غنشوفوها الان. القوه بالله هي هذه. اذا هذا هو التاريخ ديال البلاد ديالنا اللي كنفتخروا به وكنعتزوا به متابعينا ومشاهدينا الكرام. القوه بالله ها هي قلنا اللي صنع هذا المدفع اللي استعمل في معركه واد المخازن هو احمد الغمق الحاج احمد الغمق. ها هو صانعه الحاج احمد الغمق